ويبدو لي في نرجع لموضوع هلقيت برجع شوية موضوع إيران انسوا هذا موضوع قضية عداء إيران وقضية حرب مع إيران انسوا هذا كلام كله هذا عارفين هذا فيها تبييض أصلا تبييض لصورة إيران لأنه هو أصلا ساقط وسقطوا من ضمير الأمة ولن يرجعوا ولن يكون لهم قدرة أن يتصرفوا لا بقضية فلسطينية ولا غيرها تمام لأنها الناس عرفتهم وانكشفوا لهم وانكشفوا بطريقة دنيئة تماما طيب وهي قصتكم في المصاري والعصابات بتتصارع والمافيا بتتصارع هذا موضوع ثاني مش معناته لا الأمراء على حق ولا أنتوا على حق وبكرة لا أنتوا لا إيران على حق ولا أنتوا على حق بالعكس برضو صراع مافيات كهنة إيران مع كهنة آل سعود تمام ممكن يتصارعوا ممكن لا لكن شوفوا الطبول اللي بيقولوا حرب وحرب انسوا هالكلام أصلا لو خاضت السعودية حرب بتروح فيها لأنه أصلا كانوا طول عمرهم في الشهوات والأموال هاي في لا عملوا تصنيع ولا عملوا تطوير لا في عسكر ولا في غيره وهذولاك بالعكس لأنهم مبدئيين في دينهم الباطل مبدئيين في دينهم الباطل صنعوا قاموا وحطوا وأعدوا لذلك بأخذوش غلوة معهم هذول إلا إذا كانوا هذول أمرهم اللي أوجدهم في أول يوم إنه إحنا بدنا نقسم البلد أنتوا أعطيناكم إياها 100 سنة بكفي وبكفي المليارات الآن بدنا نقسم ونخلي لكم قسم وين بتريدوا فهموا على فممكن يعطوها للشيعة هم إذا شفتوهم بخوضوا حرب مع الشيعة معناته بدهم يعطوها للشيعة هذا باختصار ما يظلوش يلعبوا فينا لما خاضوا العرب مع إسرائيل مشان يعطوا إسرائيل في الحرب 48 وفي 67 الحرب كانت وسيلة لإقامة إسرائيل واستمرار إسرائيل وانطلاق إسرائيل من 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 مساحات 48 ل 67 هذول وين ما بتشوفهم بتدخلوا يعرفوا انهم هم اللي ضد انه ليش لانهم خدام ومجرمين مستعدين يبيعوا وهي الامراء هذول اول كفين بعطي قديش كم مليار بدك يا اخي خلينا نتفاهم بعطي صار ماخذ منهم 194 مليار لعلمكم المليار 1000 مليون المليار الواحد 1000 مليون وراح تشوفوا لقديش طيب لوين بوديهن للخزينة ولا لا لا هذه قضية إذن قضية إنه إيران وحرب انسوا هالموضوع انسوا موضوع حرب هو هذا اللي أخذوه من لبنان ما هو إله مليارات هذا اللي أخذوه شوف الوقاحة كان رئيس وزراء بأخذوه وأصلا هذا رئيس وزراء منتخب كمان يخرب بيتك ياللي مش منتخب بقاعد بتحجز المنتخب لو هون وصلت الوقاحة اللي مش منتخب صار مع عنده النظام اللبناني على فكرة مبني على باطل وكوتة يعني كوتة هذول لهم هيك وهذول لهم هيك وهذا كوتة وين في أي وطن في كوتة بهالطريقة الشيعة لهم كذا مثلا المسيحيين لهم كذا المسلمين سنة قال المسلمين سنة المسلمين لهم كذا إلى آخره بيقسموها يخرب بيتكم مع ذلك الناس بنزلوا بنتخبوا مع ذلك الناس بنزلوا بنتخبوا والمسلم ممكن ينتخب المسيحي هذا أو هذا يعني بظل فيه والمسيحي ممكن ينتخب المسلم هذا أو هذا بظل يعني في انتخاب على أي حال والشيعي ممكن ينتخب السني زي ما بقولوا والسني ينتخب الشيعي مش قضية في انتخاب على كل وهذا اللي وصل بانتخاب رئيس وزراء تصوروا لأول مرة في التاريخ قال بيحجزوه إيش معناته هذول كيف بنظروا للناس على فكرة هذول معناته أول شيء هو جاء بيكون راكن على فكرة لقوة ما هو ترامب هذا التافه ترامب التافه اللي امريكا اصلا ما مصدقه وين تنتهي منه هذا التاجر هلقيت هم مسندين ظهرهم لترامب ولذلك بيتصرفوا بوقاحه ولا شو معنى يعني انه انت تحتجز رئيس وزراء ايش معنى تحتجز رئيس وزراء منتخب وهذاك جاهز يبيع يعني بتصور انه يعني ابصر قديش سلمهم كم مليار وتخلى عن ما بتزيش هاي لقدام شوي لقدام اما كان قال لك بصيروا لاحظوا بصيروا يحللوا الناس الان اتركوا التحليل بتوهوكم فيه اسألوا مين هدول ليش موجودين طالما مش احنا مختارينهم حتى لو احنا مختارينهم لازم يكون دولة مؤسسات في رقابة تراقب على كل صغيرة وكبيرة بعدين بصدقك انك انت تيجي قالت الفساد وتقاوم الفساد وقال بدأ من العيلة